العام 2009 كانت الاندلاعة الحقيقية لثورة حقيقية في شوارع طهران. ندى سلطان آغا أيقونة الثورة التي اشتعلت في طهران، لكن واحدة من أبرز إشكالياتها أنها كانت ثورة فيها أسماء للساسة والرموز في شارع مل من الرموز وعمائمهم. الصورة الآن مختلفة تماماً، صور خامئني وغيره من القيادات والرموز الإيرانية تداس بالأقدام وتشعل فيها النيران في ثورة حقيقية لا قائد لها إلا الشباب، إلا ذلك الشباب الإيراني الحقيقي. حتى وإن كانت عناوين الأخبار أنها ثورة ضد الغلاء والبطالة، إلا أن كل هذه مجرد عناوين. إنها ثورة ضد هذا النموذج البطال الذي لا مكان له في الواقع اليومي. النظام القائم في إيران جرح حقيقي للمدنية والحضارة التي توصل إليها العالم. هذا نظام لا مكان له في الواقع، بات يمثل نوعا من العبء على المواطن الإيراني وطموحه وأحلامه وتطلعه نحو المستقبل. كل ما يحدث اليوم في إيران يشي بثورة واقعية وحقيقية، عنوانها الأبرز بحث من هؤلاء الشباب عن الدولة الوطنية. يتساءلون في شوارعهم وفي صراخهم وفي مظاهراتهم: ما لنا ولسوريا؟ ما لنا ولليمن؟ ما لنا وللبحرين؟ ما لنا ولهذه الفوضى التي في المنطقة؟ يعلمون أن قادتهم هناك لا يقاتلون من أجل الواقع وليسوا مرتبطين به، معارك من أجل السرداب والمهدي وغيرها من الخرافات التي لا يمكن قياسها على الإطلاق. هذه هي التي دمرت شعبا بأكمله، والتي تجعل من الثورة الإيرانية حدثا يحتاجه العالم المتحدث.